استوضح الحقيقه منه شخصيا. كابتن عبد الحميد شبانه مساء الخير. نور استاذ محمد، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. انا مش عارف اسالك السؤال ازاي. انت عايز تمشي من النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي عايز يمشيك؟ يعني هل انت حاسس؟ اولا قبل اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي، نعم يلعب في اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي اكيد طبعا اكيد، بس يلعب في النادي الاهلي، مش يكون يعني مش يقعد على الدكه في النادي الاهلي، مش مجرد موظف في النادي الاهلي. نعم، بس ففي الموضوع ان انا عايز العب، بس يعني قلت رغبتي للناس في الاداره وكده، فقالوا لي يعني والنادي رافض ان هو يستغنى عنك والجهاز الفني وكده، فقلت لهم ماشي انا ممكن يعني، طب اعمل ايه عشان العب يعني؟ ممكن في حاله واحده بس ان انت تروح اعاره وكده يعني، خلاص المهم ان انا عايز العب وخلاص يعني، مش تفرق اعاره من بيع يعني. بس فان شاء الله يعني شعور كويسه كده، وربنا يسهل ان شاء الله في عرضي كويس. يعني انت هتخرج اعاره وليس بيع؟ لا، هو النادي رافض البيع. نعم، في عروض بيع 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 وشراء شراء وبيع وكده. النادي موافق؟ النادي رفض موضوع البيع، قال له يعني انت هتطلع اعاره مش بيع وشراء ان شاء الله باذن الله. تمام، قول لي ابرز العروض اللي جالك يا عبد الحميد. كان في عروض من ام بي وبوتروجيت وفي من المصري ويونايتد يدلا، فربنا يسهل ان شاء الله. هل هتخش في المصري في مقايضه مع احمد شهيد قناوي؟ لا لا لا، مقايضه مع احترامي لاي لعيب في مصر يعني. انا الحمد لله يعني واثق نفسي قوي، ما مش هخش مقايضه مع حد يعني. طب وانت شايفها عيب يعني؟ لو اتطلب الموضوع ان انا ابطل كوره يعني، مش هخش مقايضه مع حد يعني. لو المصري اتفق مع النادي الاهلي ان احمد شهيد يروح وهنا عبد الحميد شبانه يروح ويدفع مبلغ مثلا للاهلي، بس محمد انا بقول لك يعني مع احترامي لاي لعيب في مصر، انا مش هخش مقايضه مع اي حد. بس انت عايز تقول ان كلامك واضح يعني قاطع؟ كلام واضح يعني وقاطع. مين بقى يعني؟ لو ريال مدريد واحد يعني، انا مش هخش مقايضه مع اي حد يعني. طب السؤال الثاني، مع احترامي لكل اللعيبه اللي في مصر طبعا. طبعا اكيد طبعا، وده شيء يحسب لك انك تثق في امكانياتك طبعا، بس محتاج الحمد لله محتاج ان احنا نشوف امكانياتك دي تتفجر طبعا على ارض الملعب. لكن الحمد لله يعني وصلت ان شاء الله الموسم الجاي بعرف اي نادي، وان شاء الله الواحد يعني. طب عبد الحميد عايز اسالك، نعم عايز اسالك، هل انت اللي هتختار النادي اللي هتلعب ليه وتقول للنادي الاهلي انا عايز اروح؟ لا، ولا انت منتظر الاهلي اللي يختار لك النادي؟ لا مش هختار النادي، برضه يبقى في يعني توافق مني ومن النادي يعني. يعني برضه النادي يبقى موافق وانا موافق يعني. انت ميال لاي عرض من اللي جولك؟ انت بتقول لي انبي وبتروجيت والمصري حتى الان. والله يا استاذ محمد انا يعني مش ميال لحاجه، انا ميال ان انا العب في نادي يعني، اشوف النادي اللي فعلا اللي فيه مكان ان انا ممكن العب فيه. توفر لي المكان ده وبرده متفق مع النادي. ما انت عارف انبي وعارف بتروجيت وعارف المصري والانديه، انتوا كلكم عارفين بعض وعارف اللاعبين هنا وعارف اللاعبين هنا، يعني انت شايف ان فرصتك تبقى احسن وطريقه لعب اي فريق احسن بالنسبه لك يعني؟ لا، وكل فرق كويسه يا استاذ محمد، كل اللي مطلوب ان انا بلعب، بس مش اختار النادي اللي انا العب فيه يعني. كل الانديه اللي فيها عروض انديه كلها كويسه ومحترمه يعني، فبشوف يعني النادي الاهلي برضه هشوف ايه، عشان مش هينفع طبعا امشي من غير ما النادي الاهلي وافي يعني. فان شاء الله نكون متفقين مع بعض في الراي يعني. تمام، انت قعدت مع مسؤول الاهلي اخر مره امتى او كلمتهم اخر مره امتى؟ انا قعدت كان قبل ماتش الوداد. قبلها بيومين كده استاذ كابتن سعيد حفيظ قال لي ان شاء الله يعني، انت عارف انك وكيلي كابتن احمد شيحه وكده، فان شاء الله قال لي خلاص يعني نتفق مع بعض ونشوف العرض كويس ونبلغك بيه ونشوف رايك. بس هو اكد عليك ان هي اعاره وليست بيع نهائي. هو موضوع في فرق فعلا عرضت البيع النهائي، بس النادي لا، اقصد ان سيد اكد عليك كابتن سيد ان هو اعاره مش بيع نهائي. طب ما ده يعني ان الاهلي برضو لا يرغب في التفريط فيك، ولكن ربما يمنحك فرصه السنه دي على اعتبار ان انت ترجع تاني النادي الاهلي، ما لو عايز يفرط فيك كان قال لك خلاص شكرا. يعني دي حاجه كويسه برضه يعني بس ولا انت ولا دي رغبه من النادي الاهلي في الحصول على اي مكسب مادي، على اعتبار انه القرار الجديد للجنه شؤون اللاعبين ان اللاعبين المعارين هيترفعوا من القائمه، فبالتالي النادي الاهلي لو لم يقيدك في القائمه الاولى فانت انا مش وصلت من الناحيه دي، انا وصلت من الناحيه ان انا ليا فرصه ان انا اطلع اعرف نادي تاني يعني ثبت يعني فعلا ثبت ان شاء الله ان انا لعيب كويس قوي ان شاء الله. ترجع تاني الاهلي؟ ارجع بقى الاهلي الذي عاوز يرجعني يعني، طبعا شرف ليا، مش عاوز يرجعني برضه شرف ليا، انا لعبت في النادي الاهلي سنه واشوف اي نادي تاني يعني، بس خير ان شاء الله. الواحد بس يفكر ان يعني يرجع ازاي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله يعني. في فكره عندك انك ترجع المحله تاني بعد ما صعد للدوري الممتاز؟ والله لو يعني المشكله برضه في المحله يعني، طبعا يعني نادي المحله يعني هو اللي عمل اسم حميد شبانه، وبحترم طبعا كل نادي المحله جماهير واداره ولاعيبه وكده، بس مش نادي المحله يعني اللعيبه يعني المفروض نادي ممتاز غير الاداره الثانيه يعني، يعني ان هم مش عاوزين لو رحت مثلا يعني ان شاء الله لو في نصيب ان مثلا يجيبوا لعيبه مثلا مش نعاني كل نعاني كل السنه. دي مش نادي المحله، مش عايز اروح نادي ان انا عايز نادي ان انا يعني يجيب اسم حميد شبانه ثاني
ان انا نروح نادي يعني نعيش له السنه عشان ما نهبطش. اه تمام تمام. اه فيعني دي مش هتقدر تساعدني شويه ان انا يعني بقالي مثلا سنه مش يعني مش منتظم في اللعب او بنسبه كبيره ما لعبتش. فمش هينفع ان اروح نادي يعني ان هو بيفكر ان هو يقعد في الدوري بس. يعني انا اتمنى ان نادي المحله يعني من المراكز الاولى اللي في الدوري. بس ان شاء الله خير يعني واللي فيه نصيب ان شاء الله يعني ربنا يريده ان شاء الله. عموما يا عبد الحميد انت لاعب جيد جدا واعتقد ان انت لو خدت فرصه حقيقيه في نادي اخر على الاقل في الموسم القادم هتثبت جدارتك ان شاء الله وتعود مره اخرى لتزاحم لاعبي النادي الاهلي في التشكيله الاساسيه. بشكرك شكرا جزيلا.